السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كات. توجور مع جديد واخبار شبيبه القبائل. الكل راه فرحان بشبيبه القبائل وما تحققه من نتائج ايجابيه، وان شاء الله يا رب العالمين تبقى فرحه دائما ان شاء الله، وان شاء الله نحطوا هذا العام في طي النسيان ان شاء الله، ونتعلموا منه الكثير في خرجه غير متوقعه من نجم شبيبه القبائل السابق موسى صايب يرفض العوده للعمل في نادي شبيبه القبائل. لماذا وكيف وما هو السبب؟ نجاوبوه بعد ما ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق، بارطاجي الماكسيموم، وان شاء الله اللي فيه الخير يجيب ربي. نجم شبيبة القبائل السابق موسى صايب يرفض العودة للعمل في نادي شبيبة القبائل بسبب توتر علاقاته مع بعض اعضاء مجلس الادارة الجديد. موسى صايب اعتذر لدى القائمين على شؤون النادي في الوقت الحالي على العمل مع الإدارة الجديدة، وذلك إلى غاية القيام بغسيل كبير داخل الفريق، مؤكدا أن محيط الفريق لا يزال غير ملائم للعمل. من هم الأشخاص اللي ما زالوا وما يقدرش يخدم معهم؟ موسى صايب قال لك راهو محيط الفريق لا يزال غير ملائم للعمل، وهذه كلام شويه صعيب شويه. ايضا قال لك اعتذر، معناها اعتذر لموبيليس، موبيليس اللي قلنا راه يعيطت له انه ما يقدرش يخدم مع هذه الاداره الجديده. من هم الاشخاص اللي ربما ما يقدرش يخدم معهم؟ موسى صايب، السؤال يبقى مطروح لانه ما بينش في كلامه الاشخاص اللي مش حاب يخدم معهم. هذه هي، ربما موسى صايب عنده حاجة أو مبدأ تجاه الإدارة وهو حر في رأيه، أو ربما لأنك ما تقدرش تسيف الأشخاص. نتمنى أنه تتضح أمور شبيبة أكثر وأكثر، لذلك هنا حابين الأشخاص الأوفياء، الأشخاص اللي قويين في ربما في التسيير، الأشخاص اللي حابين ويحبوا شبيبة القبائل، الأشخاص اللي حابين يخدموا، اللي قادرين، حابين بصح قادرين، باش هذاك اللي يجيب السخانة كاكو ويقول لك حاب نخدم، بعدها لما يدخل للديرة وسط ربما ومحيط الأجواء اللي تبدأ في العمل، بعدها يقول لك راني ما قدرتش، على غرار ما فعلته الإدارة السابقة لما جات راهي بسخانة وكذا، بعدها كي ما قدرتش هزت يديها ورفعت يديها. لأننا نرى الكثير من المحللين في البلاطوهات يقول لك كذا وكذا وكذا، ويكريتيكي وينتقد المدرب وينتقد البريزيدون، بعدها لما تتيح له فرصة أو تعطيه فرصة باه يدخل هو الميدان ما يقدرش، وينسى واش كان هو بعد يحلل في البلاطوهات هذاك. لذلك واحد يعرف ويحب يجيب قيم، يعني يجيب الناس الأهل لهذه المهمة الصعبة، ناه نقوله صعبة لأنه فريق اسمه شبيبة قبائل تاريخه. أيضا حابين فريق قوي، وباه تكون وتكون فريق قوي لازم تجيب أشخاص عندهم أفكار قوية وأفكار جيدة، باه يخليو شبيبة قبائل يقدروا ينافسوا محليا وأيضا ينافسوا قاريا. ديروا لنا لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق من هم الأشخاص الذين مش حاب يخدم معهم صايب موسى. فيف الجي اس كا مع فيديو جديد وأخبار جديدة. سلام خاوتي.